اهلا وسهلا بيكم، معاكم نور الهدى من نفهم. هنشرح النهارده طبيعه الموقف الفلسفي. الدرس ده كله عايز مننا خمس حاجات، او عايز يعرفنا خمس حاجات. اول حاجه هنعرف يعني ايه موقف فلسفي، وبعد كده هنقدر نفرق ما بين الرجل العادي والفيلسوف في الموقف الفلسفي. بعد كده هنتكلم عن خصائص الموقف الفلسفي، هم 8 خصائص عندنا. وبعد كده هنشوف الفيلسوف او الفلسفه عبر العصور، وعندنا 4 عصور فيهم. واخيرا هنعرف يعني ايه تحديات الموقف الفلسفي، او ايه هي التحديات اللي بتقف قصاد الموقف الفلسفي. اول حاجه مفهوم الموقف الفلسفي، هنلاقي ان هو وجهه النظر او الاتجاه العام لدى الشخص المتفلسف اتجاه موقف ما ناتج عن انطباعاته الاولى وخبراته السابقه في الحياه. والموقف الفلسفي ليه خصوصيه وليه حساسيه باختلاف كل المواقف. عندنا مثال هيوضح لنا طبيعه الموقف الفلسفي. مثلا موقف الطبيب اتجاه المريض بيكون موقف مختلف تماما عن موقف الام اتجاه المريض. الطبيب بيشخص الحاله نتيجه تعليمه وخبراته، اما الام بتشخصها او يسيطر عليها الموقف العاطفي مش الموقف الفلسفي. عندنا فائدتين للموقف الفلسفي. اولا ان هو لا يؤدي الى ابتعادنا عن الحياه الواقعيه، بالعكس ده بيساعدنا على الاندماج في الحياه. اثنين هو لا يبعدنا عن السطحيه اللي بيستخدمها كل الناس في المواضيع، هو بيخلينا نبص للموضوع من خلال جذوره واساسه. مثلا لو حصلت ظاهره مثلا زي كسوف الشمس او كسوف القمر، هنلاقي ان الناس بتقول سبحان الله واخده الموضوع بالفكره الاولى ليها، اما الفيلسوف بيقعد يفكر هو ده ليه حصل، طب هو ده ليه وقت، هو طب ليه قواعد. ده الفرق ما بينهم هما الاثنين من حيث الفوائد. الفرق بين الرجل العادي والفيلسوف من خلال 4 نقاط او 4 حاجات بتميز الاثنين عن بعض. اول حاجه نقول الحكمه، لان الحكمه عند الرجل العادي حكمه عمليه ناتجه عن الخبرات والتجارب بتاعته في الحياه، اما الفيلسوف هي خبرته بحكمه نظريه ناتجه عن قراءاته وابحاثه. طيب لغه التعبير عند الرجل العادي لغه بسيطه جدا تقدر تفهمها من غير اي تعقيد، اما عند الفيلسوف هي لغه دقيقه بيستخدم المصطلحات. هنلاقي ان اسلوب التعبير عند الرجل العادي اسلوب مختصر، عند الفيلسوف هو اسلوبه او لغه اسلوب يميل للتفصيل. مدى الاتساق عند الرجل العادي هنلاقي انه ضعيف جدا، ممكن يقول كلام متناقض وما عندوش اي مانع في الموضوع ده، اما الفيلسوف لا، لازم يبقى فيه عنده حاجه اسمها الاحكام العقلي وكمان التتابع المنهجي. بعد كده هناخد حاجه اسمها تقليل الفجوه، او ازاي ان احنا ممكن نقرب المسافه بين الرجل العادي والرجل الفيلسوف. هنلاقي ان خلال 3 حاجات، اول حاجه ان احنا نستخدم مصطلحات نتفق عليها. 2 ان احنا نحلل الافكار بان احنا نردها لاصلها بحيث ان الموضوع يكتسب الوضوح. 3 ان احنا ممكن نعبر عن افكارنا بطريقه منهجيه، بمعنى ان النتيجه بتاعتنا تبقى متسقه مع المقدمات اللي احنا جبناها. بعد كده عندي خصائص الموقف الفلسفي، وهم 8 خصائص زي ما انتم شايفين معايا. اول حاجه الدهشه، 2 التساؤل، 3 التروي، 4 البصيره، و5 اليقظه، و6 الحوار، و7 المصارحه، و8 النسقيه. تعالوا نشوف يقصد ايه بكل واحد من دول. يتسم بالدهشه، يعني لازم الفيلسوف يشوف كل حاجه بشكل تاني وكل حاجه تثير الدهشه بتاعته عشان تخليه انه يحاول يسال ويفهم بعد كده. طب تساؤلي، بما انه هيبقى بيتسم بالدهشة لازم يكون بيطرح السؤال، يتميز بالتروي والصبر، يعني الفيلسوف يكون هدفه النهائي الحقيقة، والحقيقة عشان تقدر توصل لها لازم تكون صبور. البصيرة، ان لازم الفيلسوف يكون عارف ان ماهية الاشياء متغيرة وان مفيش حاجة بتفضل على حال. كمان لازم يتسم باليقظة، يعني ايه اليقظة؟ انه يبقى عنده قدرة على التمييز وعدم الانخداع بالمظاهر، كمان ان يكون عنده وعي بمتطلبات الموقف الفلسفي، كمان انه يتوقع الحاجة المؤيدة والمعارضة للموقف الفلسفي ويقدر يميز بين الشيء الرئيسي والفرعي او الاساسي والفرعي. بعد كده عندي الحوار وقبول النقد، لازم الفيلسوف يكون واعي بمبدأ المساواة بين عقله وعقول الاخرين، فيعرف ان كل عقل قابل للنقد ويقدر يرد عليه، ده بخلاف الفنان اللي بيشوف ان العمل بتاعه ما ينفعش اي حد يتدخل فيه. يبقى لازم فيلسوف يكون رحب يقدر يقبل النقد عن الفنان. بعد كده عندي المصارحة، وفيها لازم الفيلسوف يكون صريح جدا مع الاخرين ويحترم عقولهم، كمان ان هو نسقي. يعني ايه نسقي؟ ان الموقف الفلسفي للفيلسوف لازم يسوده الانسجام والنظام والتناسق، لازم يكون الكلام بتاعه مترتب مش فوضوي ومفهوش تناقض.
عندنا بقى فيلسوف عبر العصور، او في سؤال بيتحط، هو الفيلسوف مرآة العصور او الفيلسوف ضمير عصره. بمعنى ان الفيلسوف ده عباره عن مرايه بتنقل كل حاجه حصلت في المجتمع بتاعه. ممكن تبقى مرايه بتعكس بالظبط، وممكن تكون مرايه بتصلح وبتحط اضافات من عندها. اول حاجه عند العصر اليوناني، تاني حاجه عند العصر الروسي، بعد كده العصر الحديث، واخيرا العصر الرهن اللي احنا عايشين فيه او المعاصر. العصر اليوناني كان بيجسد مبدا الفيلسوف سقراط، واللي هو اعرف نفسك. بدات الناس في الفتره دي تعرف نفسها وتبحث عن ماهيتها، وتقعد تسال عن اسئله متعلقه بوجودها. هو انا بعد ما اموت ايه اللي هيحصل؟ طب هو انا دلوقتي هروح فين؟ هو مين خلقني؟ هو مين عاملني؟ دي اسئله كل الناس كانت بتسالها في الفتره دي. بعد كده طور الفلاسفه المبدا ده ان هم ربطوه بالحاجات اللي بتحيط بالانسان، زي الحياه الاجتماعيه والحياه الاخلاقيه والحياه السياسيه. ايه علاقه الانسان بالثلاث حاجات دول؟ هنلاقي بعد كده عندنا العصر الوسيط بتاعنا بيتكلم عن مشكله اساسيه او مشكله بارزه جدا، هي مشكله التوفيق ما بين الدين والفلسفه. ممكن نسمي العصر الوسيط هو العصر الديني. هنلاقي فيه طيرين او نقطتين مهمين جدا، هو الديانه المسيحيه والديانه الاسلاميه. الديانه المسيحيه حاولت توفق ما بين الفلسفه والدين، لان هي شافت ان والله ان ما فيش فرق ما بين الاثنين، وان ممكن الفلسفه تخدم الدين بان هي تساعد على التدين والايمان، وان هي توقف مثلا تيارات الالحاد اللي كانت موجوده في الوقت ده. وعملت ده عن طريق ان هي اولت بعض ايات الكتاب المقدس تاويل عقلي. اما الاسلام اطلع على الفلسفه وشاف ان الفلسفه ما فيهاش فرق ما بينها وبين الاسلام، بالعكس ده اللي بيدعو اليه الفلسفه او العقل هو اللي بيدعو اليه الاسلام. وافترضت من الموضوع ده او وصلت لنتيجه مهمه، وهو ان الاسلام بيصلح لكل زمان ومكان. بعد كده عندي عصر الحديث. العصر الحديث ده هنلاقي فيه بدا الانسان يضع مناهج ليه او خطوات يسير عليها العقل، بحيث انه ما يشردش او ما يطلعش يطلع بحاجه مش موجوده. هنلاقي عندنا فرانسيس بيكون ورينيه ديكارت، الاثنين دول مثالين عندنا. هما اثنين اول اثنين حطوا مناهج علميه مخالفه طبعا للمناهج اللي كان حطها ارسطو، وبداوا فعلا يوصلوا لليقين اللي هم عايزين يوصلوه. طبعا لازم في الاول يعملوا حاجه اسمها الشك عشان يقدروا يوصلوا لليقين بعدين. بعد كده هلاقي عندي عصر الراهن او المعاصر اللي انا بعيش فيه دلوقتي. بدات الفلسفه تختلط بالحياه الحياتيه او الحياه اليوميه بتاعتي. هلاقي عندي فلسفه اسمها فلسفه البيئه. فلسفه البيئه مهتمه بقضايا البيئه وعلاقات الانسان بالبيئه. هلاقي عندي حاجه اسمها فلسفه الاخلاق التطبيقيه، بمعنى زي مثلا ما ظهر عندنا حاجه اسمها الهندسه الوراثيه والاستنساخ. ايه علاقه الاخلاق بالمواضيع دي؟ الفلسفه بتدرسها وبتحاول ترشد الانسان انه ازاي يتعامل معاها. كمان ظهرت عندنا حاجه اسمها فلسفه العلم، فلسفه الدين، فلسفه السياسه، فلسفه الاخلاق. كل دي مواضيع متعلقه بحياتنا وتجاربنا اليوميه. اخيرا التحديات اللي بتواجه موقف الفلسفه. عندي اربع تحديات مهمين جدا. اول حاجه الخضوع للمألوف والمعتاد. انت دايما بتقع او حاطط نفسك ان مفيش اي حاجه جديده بتحصل، واللي حصل هو اللي هيحصل، مفيش فرق. فبالتالي انت مش بتشوف اي حاجه جديده ومش بتسال اي سؤال، فبالتالي مش بيحصل لك حاجه اسمها موقف الفلسفي. بعد كده او تاني نقطه او تاني تحدي هو الخضوع للسلطات. انت دايما خاضع لسلطه العقل او سلطه الاب او سلطه المدرس، فانت مش عارف تعمل لنفسك حاجه جديده او تنقل حتى. بعد كده عندي النظرة الأحادية للأمور. هلاقي النظرة الأحادية للأمور إن أنت دايما بتبص لموقف ما بزاوية معينة بنظرة معينة مش قادر تتحرر منها، فبالتالي بتغفل كل جوانب الموضوع اللي ممكن غيرك يشوفها وبتحكم عليها إن هي غلط. أخيرا وهو الافتقار إلى الشجاعة الفكرية. أنت طول ما أنت مش قادر تبقى حر ولا مستقل، أنت مش قادر تبقى عندك شجاعة فكرية إن أنت تواجه اللي بيعارضك او تقول وجهه نظر جديده او مذهب او رؤيه تجاه موقف ما، فبالتالي انت طول الوقت خاضع لسلطه الاخرين وما عندكش استقلال، وبالتالي ما فيش حريه، فبالتالي انت مش هتقدر تعمل موقف فلسفي. يبقى عشان تقدر تعمل موقف فلسفي صح لازم تتجنب الاربع عراقيل دول. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده من نفهم نتعلم ببساطه.